السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين يعني وين خطوة جديدة من فوزي لقجع تؤكد تنظيم المغرب ل 2025، رغم أن كل يعني رشح المغرب يعني اعلاميا يعني كاع الناس رشحت المغرب، الا الناس اللي هنا في الجزائر لاعبين هنا كليشون هما باغيين يقلبوا الفيستا على ناس اللي قالوا بلي يا ودي راكم تكذبوا علينا، ناس اللي قالوا ضربه تاع الماتش ما يتعاودش حاقدين، يعني حوسوا كيفاش دائما عندهم كلمه الحق، هما عندهم كلمه الكذب، ناس هذو عندهم كلمه الكذب. حافظ الرازي قال لهم ما كاش منها، يعني خرجوا لا كيفاه تقولوا كيفاه، لا ما يقولش، لا ما يقولش، لا انا نقعدوا راكدين نقعد نسمعوا لكم انتوما، ما نسمعوش الصح حنايا، سما نسمعوا غير الكذب تاعكم انتوما، كاع ما تولوا مشاكرات، كاع ما تولوا مشاكرات، سمعوا الكذب تاعكم انتوما برك. حافظ الرادي قال بلي كولاسة الناس عطيتها قتلة، خرج علينا ذاك باي عبود هذاك، يعني قال لهم لا تو فا بيان، قال لهم ما كان لا كولاسة لا والو، قال لهم الناس هي تخدم نورمال عادي، قال لهم نورمال. وين تستمر تسريبات بشأن فوز المغرب بشرف تنظيم نهائيات منافسة كأس أمم إفريقيا، يعني نقولوا بلي يعني وين شرف تنظيم نهائيات منافسة كأس أمم إفريقيا كان 2025 بفضل الحرب الكواليس التي قادها رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم فوزي لقجع في دهاليز الهيئة الكاف، خاطركم ما كاش قاوي ما يديهاش، كانوا يتولي يديها السنغال ديها بس ديها جنوب إفريقيا ديها، يعني كان قاوي ديها هو كلمة تاعو فاتت الأولى. حنا كو عندنا ناس أقوياء كنا ندوها فانيك بالإستاد اللي عندنا، على انت ما عندكش لي ستاد، عندنا لي ستاد نكذبوا على روحنا، عندنا لي ستاد بصح ما عندناش ناس تاع. انا كي شفت انا نهار الاول مي شفت مكلف بالاعلام قدامي يلف يا عباد الله كلش باين، نقرا الصوره برك، كان اللي يقرا الصور، كان اللي التصويره كيما كيخرج لك عليها مقال، يكتب لك عليها مقال تصويره برك تفيق، في تصويره تفيق، شكون اللي يصور فيه؟ اللي جاي يجري من ملف ثقيل ملف قوي، حتى الصحافي قالوا يا سي مومن، قالوا بركه من الصدمه تاع الشعب الجزائري، قالوا من ملف ثقيل سقرتوا لنا ملف قوي، لا هاي 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 ريحه ريحه ريحه، باغي تلهوش تلقاهم الغاشي، يعني اقصى كوب دي مودروح لهي الغاشي مليها بلا ما زيدوا مشوا زيدوا، وي ما زيدوا نمشوا بها. عرفتوا الشعب كيفاش يبغي كرة القدم؟ الشعب الجماهير تاع النبا، هذيك الجماهير فين تستاهل كان المنتخب الوطني يروح يلعب كوب دي موند، الجماهير هذيك على دخلت، خاطش كاين بزاف اللي يدير لك كيما هكا، يقول لك علاه انتوما مضاري تلعبوا كوب دي موند، هذيك الجماهير على دخلت للسطاد، عرفتوا ماتش اميكو نورمال، شوف الشعب كي دخل، عرفتوا كيفاش؟ هذاك ما هذاك تبهديله مورختها وشوف الشعب، عرفتوا الشعب. وكشف موقع مغربي ميديا اليوم يعني ان تسريبات جديده من اجتماع وان عقده فوزي لقجع يوم الثلاثاء تؤكد احتضان المغرب لنهائيات منافسه كاس امم افريقيا كان 2025، واضاف الموقع ان مصادر موثوقه اكدت استناد لاجتماع الذي عقده لقجع مع مسؤولين يعني شراكات اشهاريه أن المغرب سيكون مسرح للمنافسة كأس أمم إفريقيا عام 2025، واجتمع رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم يوم الثلاثاء بمسؤولي شركات السب يعني تسميتها لمناقشة إجراءات إصلاح وترميم 6 ملاعب مرشحة لاحتضان مباريات نهائيات العرس القاري عام 2025، وأعادت شركة تقرير مفصل حول حالة الملاعب الستة المقررة أن يعتمد عليهم المغرب لنجاح يعني نهائيات كام 2025 حسب ما أكده الموقع المغربي ميديا، وضمن التقرير الشركة المسؤولة عن صيانة وترميم الملاعب حالة الملعب
يعني عدة ملاعب وجميع رياضة الأمر الأمير مولاي عبد الله بالرباط والملعب مراكش وفاس وطنجة وأكادير بصحتهم. خويا كان يقول لك كيف دار الكواليس، ما دارش عليك أنت الكواليس، ما دارش على الملف تاعك، دار ملف شوشو جرا ما فاز عليك أنت، فاز على الجزائر، فاز على البنين والنيجر، فاز على زومبيا، قلت لك البنين والنيجر، نيجيريا والبنين، فاز على فاز على بلدان، ماشي غير أنت أنت داخل، شتي نيجيريا فاز ما عندهاش رجال نيجيريا، وفاز عليهم. مصر ما باش تترشح، السنغال ما باش ترشح، من بعد السنغال ترشحت، شو كيفاش؟ هذه هي. ومواصلة للحديث في صراع استضافة نسخة 2025 و 27، أكد الصحفي المصري محمد سعيد على يعني من التسريبات قائلة باستضافة المغرب بالمنافسة يعني سنة 2025. وكشف الصحفي، يا ودي حنا على نقولوا صحفي كشف، ماشي قضية تاع صحفي كشف، نروحوا تاع صحفي كشف، حنا ما حنا حافظ الراجل قالها لنا في نو في قال لنا في ديسمبر. هدرت انا والله هدرناها هدرناها نهار اللي جا هنايا وانتوما خرجتوا تهلهلوا، قلنا لكم يا ودي راح المغرب وقال له راي تاعك، راح وقال له راي تاعك. هذه هي ماشي قضية تاع مصرية مليحة كيما هكا من يهدروها، كيما شاهدنا خاطر هذاك المخنث ديال الماك، قال لهم في نوفمبر كان على بالي بصح ما حبيتش نهدر. اه وي جماعة انتوما تحوسوا على الحقيقة بالشمع وما صدتوهاش، هيا قاعدين تكذبوا. ورغم كل التسريبات يبقى المسؤول كرة القدم مسؤولين كرة القدم الجزائرية متماسكين بخيط الأمل رفيع يعني في احتضان إما نسخة 2025 اللي راحت أو 27، خاصة في ظل يعني ترشح السنغال وعلى هامش حضور نهائي يعني شأن وين البداية وين على هامش يعني موتيبي الذي سوف يحضر لاحتفال يعني النسخة تاع الإيفان 3 يعني وين هو وين حدد وين جدد باتيس موتيبي تأكيده على أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ستختار بشفافية تامة موطن نسختين مقبلتين من نهائيات الكان. موتيبي خويا موتيبي خويا ديفا تكون بلادي ديفا تولي تخسر والله العظيم. قال لك دابزو دارو يا ولي وين دابزو داروا ما دابزو ما داروا. انا اقول لكم ما داروا ما اكتشفوا ما والو. قال لك حرب داحسه وغبراء بين موتيبي والغيا، ودي موتيبي راه عنده فوتيامات هاي بركة ما تشكلوا يا جماعة، تعشى عنده تعشى هو نالي راح موتيبي عرض انفرتينو جا تعشى عنده هو ولقجع يا ودي وخالتكم فاطمة يا وصرتو فاطمة أبي إيها يا ودي صرتو فاطمة يا ودي ما كم حاسبين سهلة يا أخويا لازم يقول لكم يا ودي نالو الشيطان يا وانتم راكم حاسبينها سهلة المهم هي كيما تجي الله يسهل كيما تجي مليحة حنا لا حنا نظمناها إلا عماهم ربي هاكا جاو بيقولوا لنا بصح ما يهمش لا هكاش تبغى مصر ما قلت لكم دولي هي هي وين ما الاعلام تاعنا وين يروح الامور تكون مازال تروح يطمع في الشعب وصايك وغنى وصايك ويجوا يهضروا بكل تاكيد زعما متاكدين يعني متاكدين زعما من الهضره تاعهم عادي 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 محسوب عادي محسوب ما تحشموا ما والو ما تحشمو ما والو عادي محسوب. يقولوا مع زرواطي قاطع كاس جمهورية زرواطي ما يدير زرواطي ما يدير هذه هي انتوما اش عندكم؟ انتوما كيما هكا زرواطي يدير زرواطي ما يدير هذه هي اخويا
حاجه واحده اخرى مكاش والله ما كان كاع. انا نقولها لكم ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بالجديد. والمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم خاوتي وصحيتكم.